ارحب بيكم، وهنا عايز ارجع لك اشرف وهرجع على محمد. وخلونا احنا قاعدين في جلسه، ده مش برنامج، احنا قاعدين في قعده كده، ايه حبايب، اخوكم العجوز مع اخواتي الرائعين المحترمين دول، بنديك الصحه. تستحقوا لي التجربه. راجل متجوز ومخلف واب وام واخوات، ايه اللي بيدور في بالك وانت رايح على الحدود ومنطقه حرب وعدو غاشم وبيضرب بغشوميه ومحدش عارف ايه اللي هيحصل؟ الموضوع كان خطر فعلا، يعني حتى زمايلي يعني يوميا كان بيتصلوا، مش اهلي بس انا، اولا كاي شاب مصري عندي مراتي وابويا وامي واولادي. اول ما عرفوا ان انا طالع مع القافله اللي ماشيه مساعدات، هم رحبوا في الموضوع في الاول بصراحه، يعني يعني اوصل لحد اسماعيليه ويرجع مثلا، هم ما يعرفوش اللي فيها، ما يعرفوش ان انا ابقى شايف بعيني بصراحه الوضع عامل ازاي. فما رحت هناك فبكلم والدتي في التليفون عادي جدا، فبصراحه كان في انفجار ضخم جدا. فانا سامع الانفجار، بتقول لي ايه ده؟ قلت لها لا ده عربيه، بتقول لي لا ده انفجار فعلا. قلت لها ام قلبها حاسس كأي ام، قلت لها فعلا انفجار. قلت لها امي انا الانفجار ده اصلا يعني احنا بره وقلقانين، ويعني الموضوع خوف فعلا، يعني خوف، فما بالك بالناس اللي جوه؟ يعني بقى تحسسها بقى ايه بالجانب الاخواتنا الاشقاء في غزه. فتخيل يا امي انا يعني عشان خاطر بس ايه الموضوع يروح عن بالها ان ابنها اللي موجود وقصف قدامه كده. قلت لها امي بصي حسي بالاطفال اللي بيموتوا وكده عشان قلبها يرق شويه. كأي ام خايفه على ابنها طبعا. من هنا يعني الحمد لله بدات ايه تهدى وكده، واهلي يهدوا، حتى زمايلي كان يوميا، زمايلنا في صناع الخير عندنا يوميا بيتصلوا ومتابعين معانا اللي بيحصل اول باول اللي بيتم. الحمد لله كانوا اي حاجه بنطلبها زي ما قال محمد، ان احنا كنا دايما بنبقى عاوزين نبقى جاهزين بحيث ان ما فيش اي حاجه تعوقنا في دخول المساعدات. اما قالوا لازم تبقى على بلتات خشبيه، ما عندناش مشكله تماما، نزلنا العربيات على الارض حطيناها على بلتات خشبيه. والله يعني بعد ما كنتوا بتطلعوا طول حاجه وخلاص وترتبت وتستفت تاني ننزل، كان في عربيات مش على بلتات خشب، قالوا مش هتدخل، قلنا ما عندناش مشكله. اتجمعنا كلنا ومتطوعين مع موظفين مع اهل العريس، بصراحه كانوا واقفين معانا. اهل العريس ما شاء الله يعني عليهم، كانوا واقفين شباب وفتيات والله يا استاذ، يعني بص مش سايبيننا ليل ونهار مكملين معانا. نزلنا المواد كلها وحطيناها على بلتات خشبيه وسرفناها وحملناها العربيه التانيه، ما عندناش مشكله تماما. احنا اهم شيء عندنا ان احنا ندخل مساعدات باي طريقه ايا كانت. حلو جدا جدا. فعملنا كده بالفعل والحمد لله قدرنا نحطها في العربيات، ودخلنا اول 20 شاحنه بعد بالظبط 8 يوم تقريبا. بطلوع الروح زي ما بيتقال. احكي لي على التجربه الانسانيه بقى في اطار العيله، زي بالظبط كده ما اشرف حكى. قول انت اعزل شويه، ما اتجوزتش شويه يعني الضغط عليك كان اقل، لكن في النهايه أم وأب وأخوات وأصحابه. صحيح. طبعا هو كان الموضوع كان يعني كان صعب. أهلنا لما عرفوا إن احنا متحركين لرفح، كل طبعا كان كله قلقان. إمتى إن أنت طالع على رفح يعني؟ ما عرفوش إلا وأنا في الطريق أو يعني. أو أنت في رفح مثلا. يعني كنت في العريش. عرف إن أنا أنت ما رجعتش، قلت لهم إن أنا اتحركت مع المساعدات هنوصلها العريش او المعبر. يعني كانوا قلقانين، بس كنت بحاول اني اطمنهم انه ما فيش قلق، احنا هنا في وسط جيشنا، ما في يعني الحدود بتاعتنا امنه. الانفجارات كانت دايما قدامنا هناك. احنا يعني في البدايه احنا وصلنا المعبر كان الساعه 3 الفجر واحنا لسه ماشيين حصل انفجار. يعني احنا يعني كان هو ده البدايه، يعني هو يعني رعبنا في يعني طبيعي. الانفجار حصل نار طبيعي طبيعي، كميه النار اللي طلعت قدامنا يعني ما كناش مصدقين. يعني كنا نفتكر انها مثلا يعني اللي بنشوفها على الشاشات او كده، يعني دي برضو يعني بس لما تشوف بعينك دي بتبقى حاجه تانية. صح. فمشينا هناك وقفنا على المعبر، طبعا كان الجانب الاسرائيلي كان رافض دخول المساعدات تماما. فضلنا فترة كبيرة هناك يعني بتاع 7 أيام أو 8 أيام قبل ما ابتدينا الدخول. الحاجة ابتدينا الدخول، طبعا كان لازم تروح تتفتش في العوجة وترجع.
استمر الوضع بقى ان هو كل يوم كان دخول 20 شاحنة 30 شاحنة كده، استمرينا لحد ما خلصنا اول قافلة، والحمد لله يعني من يعني اول ما شفنا الحاجة بتخش بعينينا ان الحاجة كلها دخلت. طبعا استمرينا بقى في القوافل، تجميع القوافل، تجميع المواد الغذائية والطبية، استمرينا على مدار ال 100 يوم واحنا مستمرين ومشينا كذا مره بقى. طيب انا افهم طبعا انه المساعدات الغذائيه بالذات طبيعي ان يبقى لها شروط معينه علشان ندخلها، دي شروط بتاعتنا احنا، انها تبقى ليها مده صلاحيه طويله، تبقى جافه قدر الاستطاعه، كلام من ده. لكن هو بالتاكيد انه على الجانب الاخر هذا العدو الصهيوني اكيد كان بيعمل اي تلكيك، كان بتلكك لكم في ايه؟ هو احنا ما كناش بندخل، كان هم كانوا شرطهم ان السواق والسواق بس بالعربيه الشاحنه. لا هم كانوا لا يا مثلا يتلكك زي ما قلت كده، لازم تحط على بلتات خشب. لا 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 طب رجعوا لي دي وحطوا. ده اللي حصل في الاول فعلا. صحيح ده اللي حصل في الاول، وعشان كده احنا نزلنا الحاجه وعشان خاطر نبقى مستعدين لاي مشكله زي كده تحصل. وانا اكمل لحضرتك ان هو احنا فعلا جانب الاسرائيلي احنا ودينا شاحنات كانت بتخش لحد العوجه ويرفضوها وترجع تاني، لف ويرجع تاني. يقول لك لا البلتات مايله ما ينفعش مايله. بتزعجه لما تبقى مايله. واحنا رجعت كذا شاحنه، واحنا كنا بنفضيها تاني في العريش ونظبطها ونعبيها تاني ونرجعها. يعني كذا كتير من الشاحنات اللي دخلت ورفضوها ورجعت ان هي لا البلتات مايله، لا البلته فيها حته مكسوره. لا يعني ايوه لما يبقى فيها حته مكسوره هيحصل ايه يعني؟ لا والله اصل ممكن كنا مش فاهم يعني، هيحصل حاجه؟ مش هيحصل حاجه. هو حاجة طبعا هو كله تلكيك ان هو لا كلارك مش هيعرف يشيلها، لا الكلام ده في التفتيش بتاعهم وكده. اي شكل من اشكال المحاولات بتاعت ان المساعدات ان هم يعيقوا دخول المساعدات، الدنيا عايزين يوقفوا الدنيا ان المساعدات ما تدخلش، واحنا مصرين المساعدات تدخل. ما شاء الله يعني الشباب كله متكاتف، يعني ما حدش فارق معاه بتنام فين، بتاكل تشرب ازاي، كله اهم شغل. سؤال مهم جدا. انا 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 لما رحت يعني اتقابلت مع مجموعه من الشبان اللي كانوا هناك، فسالت وعلى حظي انه طلع حد برضه كان موجود من الايام الاولى، قال لي احنا في الاول كنا في الطل. مظبوط فعلا. طبعا ما كانش فيه مخيمات، الشارع. ما كانش فيه اي لسه مكان، ما لحقناش نعمل اي حاجه. مظبوط. فاحنا والله ما كانش فارق معنا الدخول، يعني كنا بنشوف الوضع بعينينا، لا مش فارق معنا ان احنا ننام فين، ناكل نشرب ايه، لا. مع ان عندنا ما شاء الله عندنا قياده في مؤسسه صناع الخير عضو التحالف الوطني، كان دايما على تواصل معانا اننا بتعملوا ايه، طب ايه اللي ناقصكم، طب ايه يعني معلش استحملوا. لا احنا قاعدين متواجدين بالفعل مع زمايلنا في التحالف، ان شاء الله مش ماشيين الا لما ندخل مساعدات باي شكل كان. فهو ده كان شغلنا الشغل كله ان احنا ندخل مساعدات. انا عايز اقول لحضرتك احنا من اول يوم دخلنا في المساعدات 106 شاحنه، بدانا ب 20 في 20 في ماشيه في كده. ما شاء الله احنا جسر ممتد لحد دلوقتي، شغاله يوميا مساعدات بتدخل الحمد لله باذن الله باذن الله. حاليا معانا مؤسسه صناع الخير عضو التحالف الوطني شغالين بنجهز لدخول قافل تاني باذن الله، يعني حاليا شغالين برضو بالفعل. فالحمد لله احنا مش متقاطعين وان شاء الله متواجدين لحين زوال الازمه باذن الله يا رب ان شاء الله. طب اخر سؤال اساله محمد، ما تفكرش كده يجي لك ايه دي يقول لك دماغك تزقزق وتقول بس كفايه كده بقى انا تعبت ومصر مليانه وبقى ايه انا ارجع اولا اشوف اقعد بقى مع اهلي واشوف لقمه عيشي وكده 100 فل انا عملت اللي عليا. لا انا طبعا انا كنت من اول الناس اللي مرحبه ان يعني ان انا امشي رفح واساعد اشقائنا الفلسطينيين. ما عنديش اي مشكله ان انا ارجع تاني وان شاء الله راجع تاني. نجهز اهو احنا كمؤسسه صناع الخير لسه لحد امبارح عندنا متبرعين، متبرع باثنين اسعاف، وعندنا كميات كبيره من اسعاف. ايه واحد متبرع بعربيتين كده؟ عربيتين اسعاف. الله اكبر ان شاء الله. الله اكبر. عربيه الاسعاف دي بشيء وشويات عشان بس الناس تبقى عارف. العربيه بملايين مش مليون واتنين، ملايين. المصريين دول مذهلين والله العظيم. كمل. اكيد. وعندنا كميات كبيره حاليا جهزناها وبنجهز فيها من المواد الغذائيه والطبيه واجهزه تنفس صناعي، فاحنا بنجهز ان شاء الله ونطلعين بقافله ان شاء الله الايام دي. حاجه صغيره قول كنت اقول عليها، في واحنا بنسرفن الحاجه على البلتات
الشباب يعني كانوا كل واحد يبتكر كده فكره كان من ضمن الفكره رسائل كده ورقيه حاجه كده معنويه لاخواتنا يعني هناك. كان بيكتب له كلمه دعوه احنا معاكم احنا وراكم احنا شايفينكم احنا على المعبر واقفين وان شاء الله مش ماشيين مدخل مساعدات. دي كانت لفته حلوه قوي عجبتني انا كنت من ضمن الناس اللي كتبت بصراحه العيال الصهاينه ما لقطوهاش وبتاع وقال لك وشيلوا الورقه دي وشيلوا اللزق كان تدخل في الكرتونه مثلا فتشت انت السر دلوقتي هيفتشوا الكرتونه اشوف انا يعني شغلتي تخليني دايما عايز اسال على تفاصيل التفاصيل بعض التفاصيل ما تقولهاش او كده ولاد الجنيه دول هيعرفوا يقعدوا يفتشوا اي حاجه عشان يطلع لان هو طبعا اكتر حاجه كمان بتؤلمه وتخوفه هي مساله الدعم المعنوي المعنوي طبعا يخاف منها جدا لان انت كده بتثبت الناس فربنا يا رب يثبتكم ويقويكم انتوا بتقوموا بدور عظيم انتوا عارفين انكم بتقوموا بده ومهم عندنا جدا ان احنا كنا نخلي الناس تشوف رجاله شداد زي الفل ارجع واقول فعلا مفيش منهم غير عندنا مصر وايه بقى فيوميه